عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. نويت اعمل معاكم صينية رقاق، طبعا بقالنا كتير ما عملناهاش عشان العيد بقى. ادي الرقاق اهو، وادي اللحمة بنحمرها، وادي ايه الصينية اللي هنعمل فيها الرقاق، وهي ايه حطينا معلقتين ثلاثة كده سمنة بالشكل ده، وهنعمله مع بعض اهو وهنشوف. وادي اللحمة اهي استوي، وهنعمل لحمة محمرة كده بالشكل ده. وادي الرقاق، لازم الشوربة تغلي تغلي قوي عشان لما تحط الرقاقة تبقى طرية بالشكل ده. غليت الشوربة، وادي اللحمة اهي بالشكل ده هنحمرها. اللي بنعملها مشوحة على طول دي اهي بالشكل ده. بالشكل ده هتشوح وتتحمر، وهنعمل الرقاق اهو مع بعض اهو بالشكل ده. هنسقيها كده بالشكل ده، وهنسقيها بقى بالشوربة وهحطها في الصينية وراها. وادي اهو زودت اللحمة شوية مية من الكاتل اهو، فلفل اسمر، ونسيبها بقى مع بعضها كده تستوي بالشكل ده، تنشف وتستوي وتتحمر. ونعمل ايه، نكمل الرقاق. وادي الرقاق بابلنا اهو بالشكل ده، وايه وان تلات رقاقات هحطهم، ورش سمنة، واحط اللحمة المفرومة بالشكل ده اهو بالشكل ده. حطينا اهو الرقاق في الصينية، وهنحط رقاق كمان وايه تلاتة او اربعة على حسب الصينية ما تاخد، وايه وهنحط اللحمة المفرومة وراها. وادي اللحمة المفرومة اهي اللي انا كنت مفرزاها وحطها في الفريزر، وراها لكم. واخدت تلات رقاقات، وان بين الرقاق والرقاق رش سمنة عشان تبقى طرية كده وزل وزل الفطير. وايه وبعد كده هحط اللحمة. وادي بعد ما حطينا ثلاث رقاقات رحنا حاطين اللحمة كده بالشكل ده. ودلوقتي هنعمل الثلاث رقاقات التانيين اهو بالشكل ده، هسيبهم برضو ونحطهم فوق بعضهم، وبين كل ورقة وورقة معلقة السمنة من فوق الوش. كل ورقة وورقة بعد ما حطينا اللحمة اهو، ونقوم حاطين الورقة بقى كده فوقيها، ونحط السمنة بالشكل ده. وايه وناقص لنا ورقتين، هخلصهم واوريكم الشكل النهائي. وخلصت بالشكل ده اهي، بالشكل ده خلصت. هقطعها واسقيها بقى السمنة الاخيرة، وهدخلها الفرن واوريها لكم. دلوقتي هقطعها واوريها لكم الاول قبل ما ادخلها الفرن. احلى صينية رقاق للعيد بقى، العيد الاضحى. كل سنة وانتم طيبين. وادي اللحمة اهي على النار بتتحمر اهي، وادي صينية الرقاق اهي قطعتها بالشكل ده. قطعتها ايه خلاص اربع تربع، وبعد كده ايه عملتها ايه مثلثات، ورشيتها السمنة اهي، وادخلها الفرن. اول ما تستوي هوريها لكم. المكرونه اهي حمرناها، بعد ما حمرناها سقيناها بالصلصه، ونحط لها بقى الشوربه تتشوح كده شويه، بعد كده نحط لها بقى الشوربه. وهذه اللحمه خلصت اهي بالشكل ده خالص، استوت بالشكل ده. وهذه المكرونه بعد ما اتحمرت وسقيتها صلصه، حطيت لها كوبايه صلصه كبيره، هنقوم سايقينها بالشوربة اهو. ونحيي الملح ونشوف انها تاخد ملح قد ايه، ونسيبها بقى تشرب. بعد كده اوريها لكم. وهي صينية الرقاق طلعت بالشكل ده، ولا احلى ولا اروع ولا اطعم من كده. وهنقطعها مع بعض وهنشوفها ان شاء الله هي والحاجة.
المكرونه اهي كمان خلصت، انا اروع وانا احلى كده بالشكل ده، احلى شويه مكرونه. وادي الاكل خلص بالشكل ده، وادي الرقاق، صينيه الرقاق التحفه، وادي اللحمه المحمره اهي، والمكرونه الجميله، وادي الرقاق بالشكل ده. كل سنه وانتم طيبين، والف هنا اللي شايف والف هنا اللي ياكل، واحلى صينيه رقاق. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. شكرا. وهو غرفت اهو بالشكل ده، الف هنا للي شاف الف هنا للي ياكل. وادي الرقاق، وادي الرقاق اهو بالشكل ده، طري من جوه ومقرمش من بره. شكرا، الف شكر.